واحد بيقول هل يجوز لبائع السيارات بالتقسيط أن يبيع حق جمع الأقساط لمستثمر أو لشركة كوليكشن ايجنسي؟ فمثلا عندما اشتروا سياراتهم ديونا بمئة ألف دولار يدفعونه أقساطا شهرية، فيأتي إلى مستثمر ويقول له أعطني 50,000 حال وخذ أنت هذه الأقساط حصلها كما تشاء، يعني بيع الدين بأقل من قيمته، اللي بتسمى عندنا في الشرق خصم الأوراق التجارية. طلعت فيها قرارات مجمعية إن هذا لا يجوز وإن هذا من الربا المحرم، الدين لا يجوز أن يباع بأقل من قيمته لغير من هو عليه. إيه معنى لغير من هو عليه؟ إن أنا ممكن أتفاهم مع المدين، تحدث تفاهم مباشر بين الدائن والمدين، الدائن ينقص شوية والمدين يعجل في الدفع. ضعوا وتعجلوا. واحد مسافر وليه عندي ناس 100,000 هتحل بعد سنة، قال له بقول لك ايه، أنا مسافر بكرة اديني 50,000 الله يسامحك بالباقي. جائز، لأن هذا بين الدائن والمدين. ما حدش بيتاجر في الديون، ما حدش بيستثمر في الديون، دي علاقة مباشرة بين الدائن والمدين. المدين انتفع بالحط من مقدار الدين، والدائن انتفع بتعجيل الدين، فده انتفع وده انتفع والعلاقة مباشرة، ولم يستثمر أحد التجارة في الديون. هذه الصورة مقبولة والمجامع الفقهية كلها تجيزها، فلا حرج في هذا. يبقى الحطيطة من الدين مقابل تعجيله إن كانت علاقة مباشرة بين الدائن والمدين فلا حرج، أما يدخل طرف ثالث يستثمر في الديون زي البنك ما ينفعش، إنه بيبيع فلوس بأقل من قيمتها. وبعدين في الأموال الربوية الذهب والفضة والعملات المعاصرة، إن بعت عملة بجنسها لابد من التماثل والتقابض، بغير جنسها لابد من التقابض. يعني إن بعت دولارا بدولار صرف يعني لابد من التماثل والتقابض، مثلا بمثل يدا بيد. إن بعت عملة بغير جنسها دولارا بيورو مثلا يبقى لابد من التقابض، أن يكون يدا بيد، لكن طبعا قيمة الدولار غير قيمة الريال غير قيمة اليورو، لا حرج في اختلاف القيمة، لكن لابد أن يكون يدا بيد. بارك الله فيكم. وهذا الكلام في قرارات مجمعية. الحطيطة من الدين يعني إنقاصه مقابل تعجيله في قرار المجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول لا حرج في وضع جزء من الدين مقابل تعجيله إذا كانت العلاقة ثنائية بين الدائن والمدين ولم تكن عن اشتراط مسبق. أما الاتجار في الديون وشراؤها نقدا مقابل نسبة منها لا يشرع، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة الذي حرمه الله ورسوله. المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي يقول لا يجوز حسم الأوراق التجارية الشيكات والسندات والكمبيالات لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا. تمام يا أحبابي.